الخوت ما لاحظتوش واحد الحاجه، تبان كاع اليوتيوبر تزوجوا وما نعرف، وانا يا خوت اللي باقي مازال ما تزوجت. واحد ما عليا ما بيا تلقيت واحد اليوتيوبر سميتو بعقلي تزوج، قال لك تزوج ما تزوج الخوت. مشى لكم الخوت، انا بديت نكبر خصني نتزوج الخوت صراحه. شوف شوف كي جيت الدراري وان جاست وان مينيت. شو الادب لاني ايش في دابا نكون بغيت نكون عريس، بغيت نكون عريس اخو. لا 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 نستاهل انا نتزوج الدراري. هو 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 بعقل ديال مو هو تزوج وتهنى وانا لا مرحبا بك ليه هبا نزلت انا باقي قلت كنت كنت تقول لي قول اخوتي اخوتي تكثر من شحال يكون فايتني انا بعام دابا هذا شحال يكون فايتني بعام 4 سنين 5 سنين كاع 3 سنين 4 سنين بحال هكا ما يكونش فايتني بزاف يعني اخوتي خصني نجمع راسي من 3 سنين ولا خصني نكون صافي تزوجت الدراري ما بغيتش نوصل حتى 2030 لا ما يمكنش ما يمكن فين صافا بخير الامور هاني فرحانين ضحكنا شفناهم هذوك اليوم جينا في فيديو قول ستوري تايم بحال هكاك مهم ستوري تايم الزواج اللي طرا انا الوحيد اللي ما كاعيش حيت خرجت المغرب من كاس امم افريقيا تبع علاش تبع علاش تفكرني الله ينعل دي الباب المهم تشوفوا السيتاب عندي القديمه تقولوا لي قلت لي انا غادي تبدلوا باغ ما بدلتوش اخر فيديو بات السيتاب هذا المهم غادي تقاد السيتاب عاد من بعد كل مره تقاد السيتاب هاي تقاد المرحله الزوجيه الخوت مابقاش يدير فيديوهات بزاف بحال بي متو مابقاش يدير فيديوهات بزاف حيت تزوج وسكوزا عاود داك انت مابقاش يدير فيديوهات بزاف حيت تزوج وتطلق المهم كاع اليوتيوبرز راهم يتزوجوا الناس راه تكبر كذا كانوا صغار كبروا ويتزوجوا اتما كان صغير وراه باقي صغير انا متوتر انا اصلا متوتر وانا شنو نقول اللي مازال ما تزوجش انت راك مرتاح تزوج صافي دابا انت راك مرتاح تزوجت انا مازال ما تزوجش اخي تلاقينا الله يخليك لا زعما كيفاش تعرفنا زعما كيفاش تعرفنا السيد حليم السيد كري هضر شفت كي هضر مع البنات وهنا يبدي صافي خويا ما نتاقد واش غادي نبان حاقد مدام تعنب عليها قدامنا اخوت انا ما نقدرش اخوت صراحه المهم قدرت نبين لكم كيفاش القديم اش ما كايناش الدراري يكذبوا عليكم صافي كما نقول لكم كان غير خوت دموع دموع والله الا دموع شو شو شويه دموع شويه صراحه كوم الفشاد ديالي صيفطات لي فلان فطات زيد نورمال ميساج دوت لي شي حاجه ديال المسند المهم بقى بلا زواجياك فهمتي والمسند زعما المسند يكفي ويوفي فهمتي مزيان صافي ما عرفتش شنو قلت لك انا ما قلتش المهم قلنا شي هضره تبادل لنا الحوار من بعد ما عرفتش كيفاش جات واحد اللعبه ولينا كنتناقشوا على واش حنايا الانسان مسيرين ولا مخيرين هذه بدايه التعارف ديالنا بلا ما ندخل في المواضيع السيد كان باغي تعرفوا هو وياها في اطار مواضيع فلسفيه خوتي خوتي بغيت تفرجوا الفيديو ديالكم عارفين دخلوا دخلوا عندو تفرجوا انا ندير غير رياكشني انسان مخير ولا مخير خرج داكشي اللي في قلبي وصافي اخوت الله يرحم والديك ما ديرش ماشي شي ندير هكا ولكن ما ديرش عليا خوت دازت ليام بالضبط 25 ياك 25 من ورا ديك مسير ولا مخير مابقاش كنهضر واحد المده من وراها 25 بشهر 12 اللي فات ديال 2023 صيفطات لي علاش نسيت المهم واحد ستوري غادي نصوروا لكم مع الدويش ها انت تزوجتي وخدمتي وولدتي ومن بعد ياك وقلت لي ما عرفتش قلت لي المهم قالت لي شي حاجه وصافي من تما بدات الهضره هادشي ب 25 ديسمبر تخيلوا معايا وعمري تلاقيت معاه انا ولد 25 ديسمبر يعني هنا هنا الدراري تزوجوا نهار 25 جاوباتني على ستوري حيت حطيت واحد ستوري جاوباتني عليه وما تما صاحبي شفت الناس اللي ما تخليش البنت صاحبي تستناك ولا تطول معاها في العاشره ولا تقول اصاحبي دق دارهم اصاحبي يكون عندك هذا دق شبان ذوك اطراف الحديث اراك ليا انا كنهضر باش نهضر داك الشيء غادي نزيد وانا بحال دماغي هذا ليا فاق راه هذيك هي اللي خاصك تاخذ هي هذيك ديال شو كضحك والله والله ما كذب عليكم قال لي شوف نوض هذيك ديالك حيت هي اللي مناسباني داك الشيء اللي باغي لقيتو فيها خوت شوف شنو الحقد ما عرفتش علاه كاين تسمع شحال كنكون فرحان ملي كتسمع الفيديو حاشاكم الدراري يعزكم الله الدراري الله الله يحفظكم الله يزوجكم قولوا امين كامل تزوجوا اخوتي باغي نزوج شنو قلت لها عطيني نمره امك ني هاك عطيني نمره امك عطاتني النمره ديال امها راه باش تشوف واحد الفتره شو اللي الناس شو الناس اللي كتفهم عطيها نمره عطيني نمره امك راني والله حتى كنت جاي على غفله داكشي فهمتي ما تلقيت حدا يدير كي درتي ليها قلت له واش دوش معاه قالت لي شو الناس كي دايرين شو الناس كي دايرين في الساعه عطات لي النمره ديال با ايه هبا تزوج عطيتها للوالي الوالي عيط لبا طات 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 شافها نهار الثلاث جيتي شوفنا اول مره لا نهار الثلاث عيطنا يمكن ونهار السبت جينا فهمتي الثلاث الاربعاء الخميس الجمعه خمس ايام درنا ولعبات شكالك هكا صرات الدراري سكوزا هكا صرات بالضبط
ولكن ما بغيناش نقولوا شو صرا من بعدها. اقترح السيد تزوج. المهم كانت صار واحد البيريود. المهم تزوج فيها بقى يغبر بشويه بشويه بشويه، بقى يتحرك تفاعل تمات، وموراها واحد غبر واحد العامين ولا طلقها ولا عاود كاين من جديد. فهمت؟ هذا نتمنوا له الخير ان شاء الله ويكون يعيش الزوجه. المهم اختي والله تلفت ما لقيتش ما نقول له. الله يسهل عليك كوز ريت كوزا ومرتو خصيش نبين مرتو الدراري سرع طلقوا. فهمت؟ سكوزا هو هاي طلعت شي اللول. كانوا يديروها هما شوف كانوا يديروا الفيديوهات داري بان داري التمزوج هذا سعودي هذا بموت. علاش قلت شوفوا مو اجدب مو بالهضره اخوتي مو بيتزوج قبل عقله. فين قلت لكم الدراري؟ سيداتي وسادتي ماشي هذا هو الموضوع ديال موبا. المهم اخوتي موبا غادي يتزوج ان شاء الله يتزوج. انا حاسس بها، حاسس بالسيد راه خدام على راس سيد زوج. انا موب زوج قبل راك تما خويا باش ديري الحافز باش انا نتزوج. اليوم مهم جدا، انا واحد الانسان ديما كنشارك معكم لايك اللحظات المهمه من حياتي. كاينش لحظات غير مهمه ولكن المهم نشارك معكم حتى لحظه خويا ماشي مشكل. ما الناس ديالي خاصهم يعرفوا علاش علاش اش كاين. قلنا مغاربه اش جايز ما عرفتش علاش مدخلش مدخل في الموضوع. اليوم عندي لكم جوج ديال الاخبار، واحد مزيان وواحد خايب. الخبر الجيد هو انه المامين ديالكم تزوج. دابا شت بنادم ملي كيكون فرحان شو اول مره بنادم ملي كيتزوج شو الفرحه ديال شو الفرحه شو خوتي ما بغيتو نكون فرحان بحال هكا الخوت. الله يلاه الحشومه عليكم بالروزو ايش لا حاصل بربك وكان يضرب الزوج. دابا انا عاد حاصل في الباكو وكنفكر في الزواج والضف. واه الدراري نسيت راسي عاد انا في الباكو عاد باغي نتزوج. مخي ما بغيتش نتزوج الدراري صافي. والخبر الثاني السيء هو انه المامين ديالكم تزوج. صافي صح. حتى كنقف حدا المرايه وكنشوف راسي وكنقول الكويت واش بصح تزوجت. ما عرفتش واش ما جاتش معايا ولا ولفنا انه كاع الناس اللي كيتزوجوا يكونوا كبار. شفت كاع اليوتيوبرز تزوجوا بقى تما. كاع اليوتيوبرز تزوجوا غادي نقول لك في الديتاي. قال يوتيوبر تزوج وبقى غير عثمان. بقيت غير انا شكون انت عثمان باش تزوج شكون انت الخوت. واش بغيتي نعرف شنو ناقصني؟ واش ناقصني باش ما نتزوج واش ناقصني باش نتزوج؟ واش ناقصني ما فهمتش علاه. المهم هذا الفيديو غادي نديرو غير غادي نبقى نهضر اخوت والله الا بالرجول. بغيت نتزوج من التالي بغيت نتزوج صافي. قديش انا بغيت الفلوس وبغيت نتزوج. بغيت صافي في سهل وصل. بغيت تكون واصل. بغيت نكون صافي نتزوجو. ولكن باش نبينها راه ما نبينهاش. ما نبينهاش انا. ما تنساش تكون بعدا. وما ناقصني وانا شو زين. كسوا وكدا كوستيم. لا. تزوج بيا خوت. انا عارف هذا الفيديو اللي يجيب لي مشاكل ودي هاد الخطا بعدا بهادي بالضبط يجيب لي مشاكل. يجيب لي مشاكل كبار. ولكن غادي نقولها في اطار الضحك وفي اطار الجد. المهم اللي بغات تراسلني في انستغرام او الانستغرام هنا دخلوا تابونا وراني صفيت الانستغرام بشي يولي يطلع من جديد قاش مات الانستغرام ما عرفتش علاش. و